ناخد بقى فكرة كده عن حجم الإنجاز اللي اتحقق خلال السنوات القليلة الماضية. المتحف المصري الكبير احنا دايما بنقول في كل مكان ان هو هيكون اكبر حدث ثقافي اثري في القرن 21. اعظم هدية هتقدمها مصر ان شاء الله للعالم اجمع، مش لمصر بس، للدنيا كلها. هيكون ايقونة المتاحف العالمية. حجم الانشاء بالنسبة للمتحف المصري الكبير وصل الان الى 100%. منذ ان قامت الهيئة الهندسية بالاشراف على مشروع المتحف المصري الكبير في عام 2015 حتى الان نسبة الانجاز بقى اصبحت 100%. قبل كده، قبل ما تتولى الهيئة الهندسية، كان الانجاز 17% فقط من بداية 2010 الى ان 2015، فكانت نسبة الانجاز بسيطة يعني جدا لتعصر المتحف في الفترات ديت كلها. بعد كده عملية التشطيبات ايضا، قاعات توت عنخ امون اللي هي مساحتها يعني مساحة يعني عريقة جدا، 7500 متر مربع على وشك الانتهاء. فاترين العرض وصلت الحمد لله الى داخل المتحف المصري الكبير. ان شاء الله على اخر السنة دي باذن الله هنبدا ان شاء الله ننزل الاثار اللي احنا نقلناها عشان تترص وتتعرض في الفاترين باذن الله.